في ختام الحلقة تناولنا هسه بالحديث أنا وضيفي عن الأمن، الوضع الأمني، وشفنا أيضا أنه أكو الوضع الأمني دائما ما رابط مع الوضع الاقتصادي، دائما منكن لا سمح الله حروب في بلد الاقتصاد يتأذى ويتضرر، فما حصل من فيضانات في إسبانيا مثل ما قلنا، شوية زعزع موضوع الاستيراد الفواكه والخضار بأوروبا، اتجهت أوروبا إلى الاستيراد من تركيا وإيران، وهذا ما ألقى بظلاله على استيراداتنا إحنا من عندهم، فبالتالي ارتفعت بعض أسعار الخضروات وغيرها. فلاحين يشكون من موضوع أولا سوء المواد الداخلة كنوعية، اثنين أقرأ خبر أنه العراق مستورد ب 12 مليون مدري 120 مليون هيك رقم، 12 120 مليار و200 رمان من تركيا، واحنا عندنا مهرجان بحلب شمال رمان يصدر لكل دول العالم، ربما يكفينا ويسد حاجة العراق كله. على العموم فلاحين يستوردون بوتيتا من إيران، شوفوا إيران اجدازت لهم ويا البوتيتا بالقونية شي يطلع بيها، حتى تعرفون انه احنا ليش نعتمد دائما على ونجبر نفسنا على أن نأخذ، يعني قاعدنا عندنا نهرين ونزرع ونبني، المفروض دعم للفلاح العراقي ونكتفي على الأقل اقتصاديا من موضوع الخضروات الموجودة عندنا، الطماطة والبوتيتا والبصل هاي الأساسيات اللي نسوقها كل بيت يومية. فشوفوا ايش طلع، ايش يطلع لهم بالقواني خطية، خلينا نشوف. شنو ايش قاعد تسوي؟ الجاي هجمان بيوت. شنو هاي البوتيتا؟ هاي البوتيتا هجمان بيوت، الله لا يوفقهم، ذول الفلح الايرانيين ماكو ان شاء الله بنار جهنم. طيب هاي مو بوتيتا. ماكو هيك شيء، هسه قدامك راح افرغ البوتيتا وبعد ايش قد فيها طين. شنو هاي؟ كلها طين هاي. تعال خلص تعال. بابا هذا لا الله يرضى بيه ولا محمد يرضى بيه بابا. شنو؟ ادرى معبينا طين. والله ما فيش باع الغش وين وصل يطين بيضا باوع في العشر كيلو باوع مستوردين طين. وين وزارة الصحة؟ وزارة الصحة وين؟ نايمين قاعدين يعني. هذا وين هذا؟ ما ينفحص هذا من يعبر الحدود؟ معبينا بوتيتا لو طين التوم. الله لا يوفقهم على هذا. باوع بعد طين باوع 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 هاي قد وزنها؟ جيب الميزان. باوع يا حكومتنا باوع. نايمين قاعدين التوم. هذا الميزان وراك وزنها. زرع ما ينفحص يضحكون علينا. جيب لي ميزان حتى انا وزن وزننا هذا. معك كيلو هذا؟ ما اعرف يعني على اول خطيه يعني مع يعني رجال على باب الله يقول وزاره الصحه، وزاره الصحه ما لها دخل يعني، على الاقل التقيس والسيطره النوعيه الموجوده بالمنافذ، وزاره التجاره، وزاره الزراعه ايضا يتابعون مثل هاي الامور، هاي المسؤولين عليها.